التكفير والتطرف. ودي الأنكراهم في بياناتهم دي، قالوا كيف يقولوا إرهابيين وما إرهابيين. وعبد الحي برضو أنكره وطلع له فيديو وقال ده بيان يفتقر لشنو، وأصلا قال البيان زمان كان بيصدر بتوقع العلماء والآن بالهيئة شنو ما عارف. يا زول قول صدر من زول ما معروف ذاته، كلامه ده حق ولا باطل؟ انتوا في منهجكم كإخوان مسلمين وكأنصار سنة حزبيين ما قاعد تقولوا الحق، أخذوا من منو؟ من الشيطان. وتكذبوا على الصحابي الجليل أبو هريرة، تقول أبو هريرة أخذ الحق من الشيطان، قاعد يقول ولا ما قاعد يقول؟ طيب ما تأخذوا الحق؟ لو اعتبرتوا هيئة كبار العلماء شيطان بمنهجكم انتوا تأخذوا منا شنو؟ الحق؟ ما لكم كيف تحكمون؟ تلك إذن قسمة ضيزة يا إخواني يا مسلمين يا مجرمين. ناس متناقضين ناس مجرمين. يقول لك الحق تأخذه من إبليس، طيب ده لك عب من إبليس، فناس مجرمين النازل. وأبو هريرة رضي الله عنه ما أخذ الحق من الشيطان بأدلة كثيرة، بس عشان الزمن مشى للنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما فعل أسيرك البارحة؟ قال زعم. قال العلماء زعم تطلق على الكذب لأنه ما مصدق كلامه، يبقى كيف أخذ منه؟ فالنبي عشان كده قال له صدقك، لأنه زعم دي تطلق على الكذب، عشان كده الرسول قال له صدقك، لأنه الصدق ضد شنو؟ الكذب. فأخذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم كتاب الظلال سريعا إن شاء الله 10 دقائق نختم، جزء 4 صفحة 2009. الجزء 4 طيب 2009. يقول سيد قطب في ظلال القرآن، ده قال عنه نائب رئيس جماعة أنصار السنة، قال كتاب شنو؟ قيم في مجاله جنى عليه كثير من الناس، كذاب. قال إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. مجتمع مسلم ذات. كذلك كتاب الظلال جزء 4 الصفحة 2122. يقول سيد قطب في الصفحة في نفس الكتاب الظلال، يقول إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، لا في دولة مسلمة على وجه الأرض ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. والوقت ذاك السعودية موجودة ومطبقة لشرع الله سبحانه وتعالى كما هي الآن تماما، وكما أفتى عنها علماؤنا شيخ ابن عثيمين قال دي دولة سلفية سنية تطبق شرع الله، شيخ الألباني شهد لها، شيخ مقبل شهد لها، الشيخ الفوزان، وهكذا يتعاقب جميع علمائنا بالشهادة لها. كتاب الظلال جزء 3 صفحة 1634 برضو سيد قطب هنا يكفر جميع المسلمين. يقول إن المسلمين اليوم لا يجاهدون، ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون، ما في مسلم عشان كده ما بجاهدوا. كذلك كتاب الظلال جزء 2 الصفحة 1057، ده قيم في مجالي وجنى عليه كثير من الناس في نظر جماعة أنصار السنة المحمدية، لأنه ده نائب الرئيس وما في زور رد عليه ولا الدجال ما رد عليه. الصفحة في الموضوع ده 1057، قال لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية، وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم جاء الإسلام مبينا على قاعدة الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان. شوف ما بيقول إلا من رحم الله ذاته، كلهم بشرية كلها. فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. قال البشرية، اسمع الكلام ده، البشرية بجملتها، البشرية شنو؟ بجملتها بما فيها أولئك
الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا. حتى المؤذنين قالوا الأكعب كمان أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة. حكم لهم شنو؟ بالنار طوالي في الغيامة. قال لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله. عشان كده طلعت جماعة شنو يا جماعة؟ التكفير والهجرة والدواعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة، كلهم طلعوا من رحم الإخوان المسلمين، ما طلعوا من السلفيين. الناس الكذابين والعلمانين والشيوعيين الملاحدة اللي بيقولوا ديل الدواعش هم ديل السلفيين، هم عارفين في قرارة نفوسهم إنه الدواعش والتكفيرين دول هم الإخوان المسلمين. أهو دي أدلتنا، دي أدلتنا. أنتوا عندكم أدلة يا علماني تجيبوا إنه السلفيين كفروا ذول بغير وجه حق. واحد بس، ما البشرية كلها، واحد بس كفرناه أو كفروا عالم من علمائنا بغير وجه حق، واحد بس من البشرية، فرد واحد. لكن هم كذابين، دارين يضربوا الدعوة السلفية لأنه عارفين الإخوان المسلمين كيسهم فاضي واتكشفوا للمجتمع، عشان كده يغيروا الأسماء الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين اتكشفت، الحركة الإسلامية اتكشفت، الميثاق الإسلامي اتكشفت، الجبهة القومية الإسلامية اتكشفت، المؤتمر الوطني اتكشف، المؤتمر الشعبي اتكشف، وهسه قالوا مشروع الوحدة الإسلامية واتكشف. فديل ديل مكشوفين، عشان كده قالوا نضرب السلفيين لأنه ديل فعلا منهجهم المؤثر والقوي. فبيكذبوا على السلفيين أنهم تكفيرين. والقرضاوي اعترف بالكلام ده في هذا الكتاب، انه كتب سيد قطب هي اللي جابت شنو؟ التكفير في صفحه 99 الى 100 من كتاب اولويات الحركه الاسلاميه للقرضاوي.